وأجمع جوامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل تعلم ما معناها؟ ما الحسنة في الدنيا؟ الحسنة في الدنيا كل سعادة تأتيك من أي باب. يدخل في الحسنة الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والرزق الحلال والمسكن الواسع والتجارة المباركة. لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أنت تسأل الله كل خير وسعادة تريدها، والله أعلم بك وبمرادك في دعائك. وأما قولك وفي الآخرة حسنة، فحسنة الآخرة النجاة من النار والسلامة من العقاب والعفو عند الوهاب ودخول الجنان وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرافقة النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذه حسنات الآخرة.